السلام عليكم، ايه الاخبار؟ اهلا بكم في اخر حلقه من حلقات بودكاست بتاعنا. النهارده باذن الله الحلقه الاخيره، فحابين اكون ماسك الختام كده. فحابين احنا نتكلم عن توبيك مميز شويه على الشانل هنا، نتكلم عن الامبيدد سيستمز. وعشان كده هيكون معانا النهارده محسن يوسف. ازيك يا محسن؟ الحمد لله كله تمام. طيب، في البدايه كده، بدايه الحلقه، حابب انك تعرف نفسك للناس يعني. انا محسن يوسف، رابعه هندسه حاسبات في المنصوره. مهتم بالامبيدد تقريبا من 3 سنين مثلا، او تقريبا اصلا يعتبر هو التراك الوحيد اللي انا فاهميه بيه اصلا من وقت ما دخلت القسم. خدت اكتر من تريننج يعني في الامبيدد. بدات ان انا خدت في الان تي اي تريننج امبيدد، كان شهرين. بعد كده خدت دبلومه في ليرن اند ليبس اند سكولرز. بعد كده خدت تريننج برضه مع سيمنز، كان الصيف اللي فات. واخدت 3 تريننج مع شركه سويفت اكت. برضو انا الهيد بتاع سيركل الامبيدد في تيم كات هنا، وبرضو الهيد بتاع سيركل الامبيدد في تيم جي دي اس سي الازهر. حلو قوي، ان شاء الله. طيب، خلينا نبدا من البدايه كده كالعاده، نعرف الناس اصلا ايه هو الامبيدد سيستم. تمام. الامبيدد سيستم يعني ليه اكتر من تعريف، ليه اكتر من مصطلح. يعني ممكن نقول ان هو خليط او مزيج من الهاردوير والسوفت وير عشان ينفذ لي فانكشن معينه. او ممكن مثلا لو حابين ان احنا ندي تعريف كده فورمال او كده، ممكن نقول كمبيوتر سيستم، بس الريسورس بتاعته ليميتد شويه عشان في النهايه ينفذ لي تاسك معين. ايه المقصود بالريسورسز؟ اللي هي البروسيسور والميموري والبريفلر بقى اللي حواليه. فالفرق ما بينه وما بين الكمبيوتر العادي حته الليميتد في الريسورس دي، ان الكمبيوتر اصلا الريسورس عندك مفتوحه، تقدر انك تجيب الريسورس انت عايزه، الميموري انت عايزها تعدل في الجهاز بتاعك. لكن في الامبيدد الدنيا بتكون محكومه شويه. كمان الفرق برضه بين الكمبيوتر والامبيدد، الامبيدد انت بتستخدمه عشان تعمل في النهايه تاسك معين يعني. لكن في الكمبيوتر انت بتقدر تعمل اكتر من فانكشن في نفس الوقت عادي. ممكن تفتح براوزر، تسمع اغنيه، تشوف فيلم، تلعب، تقدر تعمل اكتر من حاجه. لكن الامبيدد بتعمله فانكشن معين. فاختصارا كده هو عباره عن كمبيوتر سيستم، بس المصادر بتاعته ليميتد شويه، مقيده شويه. بعمل ايه في النهايه بيه؟ بعمل بيه فانكشن معينه. برضه عشان تعرف قد ايه الامبيدد سيستم مهم في حياتك، لو انت مثلا قعدت كده 30 ثانيه غمضت عينك وتخيلت، هتلاقيك من وقت ما انت خرجت من بيتك لحد ما جيت هنا الورك سبيس، هتلاقيك عملت مثلا يعني قابلت اكتر من 100 امبيدد سيستم في حياتك. يعني فكر كده مثلا في حاجه انت بتبرمجها علشان تعمل فانكشن معينه، هتلاقي ان الانسان في يوم بيعدي بحاجات كتير. زي ايه طيب؟ بدل لو الحمام نفسه، تلاقي السخان نفسه امبيدد سيستم، السخان نفسه فيه امبيدد سيستم. دخلت المطبخ تلاقي الثلاجه فيها امبيدد سيستم، التلفزيون امبيدد سيستم، التكييف امبيدد سيستم، الموبايل نفسه فيه امبيدد سيستم. وانت جاي اصلا من البيت لهنا، العربيه اصلا، العربيات عموما، صناعه العربيات من اكتر الصناعات الامبيدد سيستم داخل فيها الاوتوموتيف. عايز اقول لك ان اي عربيه حديثه دلوقتي فيها ما يقلش عن 150 200 امبيدد سيستم في العربيه الواحده. الاي تي ام نفسها امبيدد سيستم، الكاميرا اللي بتصورنا امبيدد سيستم. لكن انك في يومك بتعدي الامبيدد سيستم اصلا حوالينا في كل في كل في كل مكان. فده يوضح لك قد ايه الامبيدد سيستم مهم يعني. هو من التركات برضو مع الوقت بتنتشر وبتوسع، وبيحصل ما بينها خليط مع مجالات ثانيه، فده بيوسع العمليه شويه. طب ايه هي اصلا انواع الامبيدد سيستم دلوقتي؟ تمام. الامبيدد سيستم داخل في مجالات كتير. زي ما قلت لك، اشهر واكبر صناعه الامبيدد داخل فيها هي الاوتوموتيف، اللي هي صناعه العربيات الحديثه يعني. عندك الاوتوموتيف، عندك الهوم ابلكيشن زي السمارت هوم، السمارت واتش، سمارت موبايل، السمارت سيتي، عندك الاي او تي، الاجهزه الحديثه دلوقتي، في قصدي الميديكال ديفايسز، الاجهزه الحديثه دلوقتي كميديكال، كلها قايمه اصلا على الامبيدد سيستم. عندك برضو الروبوتكس، الار او في اللي هي الوسط. يعني حاجات كتير داخل الامبيدد، داخل حاجات كتير. فنلخصهم اوتوماتيف، اي او تي، وتحته بقى ميديكال وهوم، وقصدي سمارت ابلكيشن وكده. وعندك بقى حاجات تانية زي الاي تي ام، الراوتر، الكاميرا، حاجات كده. وبناء على التوزيع دي برضو الشركات نفسها في الامبيدد بتتقسم على حسب التقسيمه دي. يعني الامبيدد نفسه بيتقسم لمجالات كتير، برضو الشركات نفسها بتتقسم لمجالات كتير. فتلاقي في شركات مثلا شغاله في الاوتوموتيف، شركات شغاله في الاي او تي، والاي او تي برضه على حسب بقى شغاله في الميديكال ولا شغاله في السمارت ديفايس عموما. فعلى حسب تقسيمه الفيلد هتلاقي برضو ان الشركات بتتقسم. يعني هنا في مصر برضو شركات كتير في الامبيدد،
عندك في الاوتوماتيف. الاوتوماتيف اصلا عموما هي اكبر صناعه امبيدد في العالم في تخص الامبيدد يعني، وفي مصر برضه يعني اغلب الشركات هنا في مصر هي قايمه في الاوتوماتيف يعني، وبرضه كذلك في العالم. فتلاقينا في مصر عندك شركات مصريه وغير مصريه يعني، عندك فاليو، عندك سايتك سوليوشن، عندك منتور جرافيك، عندك سويفت اكت، عندك شركات كتير يعني هنا في مصر يعني. دي شركات منها مصريه ومنها انترناشونال موجوده. ده اللي هو تصنيف الشركات يعني. حلو. طيب ماشي، خلينا نبدا كده في بدايه التراك. لو انا محتاج ان انا ابدا في التراك الامبيدد سيستم، ايه هي الاساسيات اللي انا محتاجها وازاي ان انا ابدا في التراك؟ تمام. احنا اتكلمنا ان الامبيدد اصلا هو عباره عن كمبيوتر، تمام. فانت محتاج دلوقتي انك تبرمج الكمبيوتر، يعني محتاج انك تتكلم مع الكمبيوتر. فمحتاج انك تفهم اصلا او بتعرف الكمبيوتر ده بيتكلم بايه عشان تقدر انك تكلمه. فاما انت لو جيت تشوف الكمبيوتر اصلا لغته ايه، هتكتشف ان هي الماشين لانجوج. بس الماشين لانجوج اصلا انك تبرمج بيها حاجه مش واقعيه ومش منطقيه. فوصلوا بعدها للغه اسمها اسمبلي. برضه لو الاسمبلي فيها مشاكل برضه، ان هو لو على حسب اختلاف التارجت اللي انت شغال عليه او المايك كنترولر او الجهاز اللي انت شغال عليه، هتحتاج انك تغير الابلكيشن كله عشان اللغه يعني ديبندنت على نوع اللي انت على نوع البروسيسور بالظبط. لحد ما وصلنا للسي. فعلشان تبدا امبيد سي لازم، قصدي عشان تبدا امبيدد لازم تبدا بسي، لازم تكون قوي كمان وعندك سترونج نولج قوي في السي. تفهم يعني ايه في اول، يعني ايه فاريبل، يعني ايه داتا تايب، يعني ايه كونديشن، يعني ايه لوب، يعني ايه اري، يعني ايه فانكشن، يعني ايه بوينتر. والبوينتر من الحاجات تعتبر هي عصب السي. تفهم بوينتر بشكل كويس قوي، تعرف يعني ايه ستراكت. يعني السي مهمه قوي، ومحتاج انك تدي لنفسك مساحتك ووقتك، ما تستعجلش وانت بتذاكرها. لا يعني عادي، حتى لو طولت فيها قعدت 4 5 6 شهور عادي خالص. المهم انك تطلع لا انا فاهم كل جزئيه في كل توبيك في السي. طب اعمل كده ازاي؟ تقدر انك يعني تذاكر من كورس مع مرجع، تحاول انك تحل باستمرار على كل توبيك، تحل البرامج، تحل تريكات على كام سي كيو على النقط دي. الحاجات دي بتعليك وبتثبت عندك وبتعلمك نولج جديده وحاجات انت ما تعرفهاش. بعد ما تخلص السي كتوبكس اللي احنا قلناهم دول، محتاج مثلا انك تعمل بروجكت. البروجكتس من اكتر الحاجه اللي بتثبت المعلومه في دماغك، ومن اكتر الحاجه اللي بتخليك تمر على اللغه وتمر على كل حاجه موجوده في اللغه. يعني هتخليك تعدي على الكونديشن، هتعدي على اللوب، هتعدي على البوينتر، هتخلي ايدك موجوده في كل حاجه يعني. فهتعلي البراكتس بتاعك في اللغه، في انك تكتب الكود يعني بالظبط. بعد ما نخلص دي، طبعا الامبيدد في النهايه هو سوفت وير يعني تراك سوفت وير. فانت ما ينفعش تكون حد في مجال السوفت وير وما تعرفش داتا ستراكشر مثلا، ما تعرفش الجوريزم. فانت مهم انك بعد السنين تدخل شويه في داتا ستراكشر، تعرف يعني ايه ستاك، ايه الاوبريشن الاساسيه اللي ستاك بيعملها، ليه اصلا ممكن استخدم ستاك، تعرف يعني ايه كيو، برضه ايه الاوبريشن اللي ممكن استخدم كيو، تعرف يعني ايه لينكد ليست، الفرق ما بينه وما بين الاري. بعد ما يعني مش محتاج انك تخش اكتر في الجراف والتري والكلام ده، يعني الحاجات دي كفايه ليك قوي في الامبيد يعني. طبعا لو عرفت تري وجراف يعني مش هيخسر في حاجه يعني. وزي ما قلت انك مهم انك بعد ما تخلص اي حاجه انك تعمل عليها بروجكت عشان تتاكد انك فاهمها بشكل كويس. بعد السي مثلا، بعد ما عملت بروجكت على السي، وليكن مثلا ندي مثال ستودنت سيستم مثلا، عملت سيستم ستودنت سيستم ريكورد مثلا، عملته في بعد السي عملته بالاري. فتيجي مثلا بعد الداتا ستراكشر تعمل ابجريد للبروجكت ده، تستخدم لينكد ليست مكان الاري. فانت هتلاقي انك بعد ما خلصت السي وخلصت الاستراكشر عملت 2 بروجكت. هو اي نعم بروجكت واحد في الاساس، بس في النهايه بالظبط. فده هيخليك انك حطيت ايدك بشكل كويس قوي في كل التوبكس اللي عديت عليها. بعد ما تخلص الداتا ستراكشر برضه مهم انك تاخد فكره عن الالجوريزم، تعرف يعني ايه الالجوريزم، تعرف يعني ايه التايم كومبلكس، يعني ايه البيج او، يعني ايه السيرش، يعني ايه السورت. الحاجات دي مهمه انك تعرفها. ده بالنسبه للجزء السوفت وير اللي انت محتاج تبدا بيه. يعني انت اول ما تبدا مهم انك تبدا بلغه برمجه، واحنا بنستخدم سي عندنا. بعد كده تبدا تعرف يعني ايه داتا ستراكشر، بعد كده يعني ايه الجوريزم. مهم وانت ماشي على مدار الفتره دي انك تزود السكيلز عندك في البروبلم سولفنج. البروبلم سولفنج من اهم السكيلز اللي ممكن تفيدك سواء في امبيدد او غير امبيدد. الكلام ده ممكن مثلا ياخد منك يعني سنه وشويه. ممكن تحسها ان هي كبيره شويه، بس يعني انت معاك وقت كبير في الكليه، يعني تقدر انك تستغل وقتك بشكل كبير ال4 سنين 5 سنين دول انك تدرس كل حاجه. فيعني تدي، المهم انك تدي لكل حاجه الوقت بتاعها الكفايه وما تستعجلش. اللي هو انا بقالي سنه بدرس برمجه وبدرس ستراكشر ما عملتش حاجه، لا عادي يعني براحتك.
اهتم بالبروبلم سولفنج. انت لو قعدت سنه كامله مثلا، لو انت بدات في اولى مثلا او ثانيه وقعدت سنه كامله، طلعت من السنه دي كلها بانك عارف سي داتا ستراكشر وكويس بروبلم سولفنج، فانت كده استغليت السنه دي احسن مما كنت تتخيل اصلا. بعد كده بقى خلاص عديت ليفل السوفت وير، تبدا بقى تخش على الهارد وير بقى. طيب احنا قلنا ان هو واحنا بنعرف الامبيدد قلنا ان هو كمبيوتر سيستم وذ ليميتد ريسورس. قلنا ايه الريسورس دي؟ قلنا ان هي بروسيسور وميموري وبريفلر. فانت لما تخش في الليفل ده محتاج بقى تبدا تعرف ايه هي الريسورس دي، تعرف يعني ايه بروسيسور، بيشتغل ازاي، بتكون من جواه ازاي، ازاي اصلا بينفذ الداتا، تعرف يعني ايه ميموري، ايه الانواع الميموري الموجوده، احنا بنستخدم اصلا في الامبيدد اي انواع. مش محتاج تعرف اكتر من كده، لانك اصلا كده كده في حاسبات، سواء حاسبات معلومات او هندسه حاسبات او اتصالات، فانت اصلا كده كده بتدرس في الكليه لوجيك واركتكشر، فانت بيبقى عندك اصلا نوليدج مسبقه من مواد الكليه، من المرجع اللي انت بتاخده في الكليه. فده مهم، انت مش محتاج انك تدوس قوي في حته الاركتكشر دي. وكده كده برضو احنا في السيركل بتاعت الامبيدد في التيم كات، لينا كده تشانل خاصه بالسيركل فيها بلاي ليست عن الموضوع ده، عن البروسيسور والميموري، حوالي 4 فيديوهات، يعني هم مغطين اللي ممكن الشخص اصلا يحتاجه في نقطه البروسيسور والميموري. بعد كده خلاص انت كده عديت اول جزئين، اللي هو فهمت يعني ايه بروسيسور، بيعمل ايه، بينفذ داتا ازاي، عرفت يعني ايه ميموري، واصلا الميموري دي انواعها ايه، وبتستخدم ايه في الامبيدد والكلام ده. تطلع بقى انت عايز انك تبدا تتفاعل مع العالم الخارجي المحيط بيك، تبدا تتعرف بقى على البريفلر بقى. في الليفل ده مهم انت كحد امبيدد سوفت وير انجينير انك يكون عندك السكيلز انك تقدر تقرا داتا شيت، يعني تعرف تاخد داتا شيت بتاعت اي مايك كنترولر، تطلع منها المعلومات اللي انت شايفها ان هي مهمه هتفيدك في الكود، تعرف ازاي انك تبرمج البريفلر الموجود جوه الداتا شيت دي، تعرف كل ريجستر بيعمل ايه، المفروض استخدمه فين. فمهم انك تكون عندك سكيل بتاعت قراءه الداتا شيت وانك تطلع منها المعلومات المفيده. طيب انا في الليفل ده المفروض اعرف ايه؟ اتعدي على بريفلر كتير، بريفلر يعني حاجات ملحقات بالمايك كنترول، عشان من خلالها تقدر تتواصل مع العالم الخارجي، زي مثلا الجي بي او اللي هو الجنرال انبوت اوت بوت بريفلر، ده البيانات اللي هي من خلالها توصل عليها انبوت ديفايس او اوت بوت ديفايس، توصل عليها سويتش او توصل عليها ليد كانبوت او كاوت بوت، تعرف بعدها تعمل انترفيسنج مع شويه حاجات كومبوننت خارجيه زي الليدات، زي السيفن سيجمنت، زي ال سي دي، زي الكيباد، تجرب ايدك شويه. بعد كده تعرف عن الاي دي سي الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، واصلا ليه ممكن نحتاج كونسبتس شبه كده اصلا. تعرف ان عشان اصلا الحاجات اللي موجوده حوالينا اصلا في الطبيعه عموما كلها حاجات انالوج، لكن انت شغال في عالم ديجيتال فما بيفهمش غير ديجيتال صفر وواحد، فانت محتاج وسيط في النص بالظبط يظبط لك المعلومه دي. بعد كده تبدا تعرف يعني ايه انتربت، ليه اصلا ممكن احتاج انتربت في السيستم بتاعي، محتاج تعرف يعني ايه تايمر، محتاج تعرف كونسبت مهم قوي اسمه الكوميونيكيشن بروتوكول، ده علشان تخلي مايك كنترولر يقدر يكلم مايك كنترولر تاني. كل الكلام ده انت بتبدا تعرفهم وتحتك بيهم في الليفل اللي بعد السوفت وير ليفل، اللي هو انت خلاص عرفت سي، عرفت ستراكشر، دخلت في ليفل هارد وير شويه اللي هو ليفل مايك كنترولر، اتعرفت على البروسيسور، اتعرفت على الميموري، بدات تقرا داتا شيت، تتعرف على البريفلر. برضه زي ما انا قلت في السي وداتا ستراكشر انك مهم انك تعمل بروجكت بعد ما تخلص كل جزئيه، برضه في الليفل ده مهم انك تعمل تطلع من الليفل ده مثلا عامل 2 3 بروجكت متدرجين في الصعوبه والحجم، مش لازم بروجكت كبيره، لا مثلا ممكن تقول امثله عادي، يعني مثلا انت خلصت مثلا الدي اي او، خلصت الاي سي دي والكيباد، انت لسه ما خدتش اصلا بريفلر، فانت مهم مثلا تعمل بروجكت مثلا زي الكالكوليتر مثلا تستخدم فيه الكيباد والاي سي دي، ده خلاك انك تحتك بالدي اي او اللي هو الديجيتال انبوت اوت بوت، وخلاك تحتك بالكيباد اللي هي الكيبورد يعني، وخلاك تحتك بال سي دي. برضو احنا في وانت بتتعلم امبيدد بتبني كل حاجه فروم سكراتش، خصوصا وانت لسه بادئ تتعلم، يعني بتاخد البروجكت تفتحه ابيض كده خالص فاضي، تبدا انت بقى اللي تملاه واحده واحده. هل هتعمل كده بعد كده قدام؟ لا، يعني اكيد مش هتعمل، لما تشتغل مش هتعمل كده قدام، بس انت عشان لسه جاي تتعلم، فانت محتاج اصلا تعرف الموضوع ده بيتعمل ازاي او مبني ازاي وبيشتغل ازاي. فانت هتلاقي انك عملت اكتر من درايفر، يعني عملت كود فروم سكراتش، وعملت بروجكت زي الكيباد،
بعد كده مثلا خلاص ذاكرت تايمر، ذاكرت انتربت، ممكن تعمل مثلا حاجه زي السمارت جلوب مثلا، اللي هو انت عندك عندك الايد مثلا على كل صابع زي سنسور مثلا، على حسب حركه الصابع نفسه والزاويه بتاعته تفهم الشخص ده محتاج يقول لك ايه. والابلكيشن ده مثلا بيستخدمه الناس اللي هم اللي عندهم مشاكل مثلا في السمع او في النظر او كده، يعني اللي هو يكلمك عن طريق حركه الايد، يعني مثلا لو حرك ايده بشكل معين تعرف ان هو جعان، بشكل معين تعرف ان هو بيقول لك ان انا بحبك عايز اخرج، على حسب حركه ايد. فده بتبدا انك تستخدم السنسورات زياده. بعد ما تخلص مثلا بروتوكولز مثلا كده، ممكن تعمل بقى سمارت هوم، وتعمل بقى الكونكشن ما بين الديفايس الموجوده جوه الابلكيشن بتاعتك عن طريق الكوميونيكيشن بروتوكول دول، انك تخلي انك مثلا تستخدم بلوتوث موديول او تستخدم واي فاي موديول او تستخدم اي حاجه، انك تخلي الديفايس اللي عندك تتواصل مع بعض عن طريق الكوميونيكيشن. يعني دي امثله من البروجكتس اللي انت ممكن تعملها يعني. فالبروجكتس هي اكتر حاجه بتخليك انك تحط ايدك وانك تقابل مشاكل كتير، ولو قابلت مشاكل كتير فانت هتغلط فهتتعلم، فده هيعلي كيرف التعلم عندك يعني. انت خلصت الليفل ده، عملت اكتر من بروجكت، طبعا ده ياخد منك وقت برضه كتير. تبدا بقى تتعرف على حاجه تانية بعدها، حاجه اسمها الارتوس او ريال تايم اوبريتنج سيستم. في الليفل ده انت بتبدا اولا اصلا تفكر في ازاي تعمل ديزاين اصلا للسيستم بتاعك. ازاي عندك سيستم، ازاي اصلا انا اقول لك يا عمرو انا عندي عايز اعمل مكنسه مثلا، انا عايزك عايز اعمل مكنسه، فانت تبدا اصلا كده تمسك المكنسه دي، تشوف المكنسه دي اصلا عباره عن ايه من جوه. طب انا ممكن المكنسه دي اقسمها الموديولز ايه؟ ايه الكومبوننت اللي جوه المكنسه دي اللي ممكن استخدمها؟ كل كومبوننت ده ممكن اقسمه اصلا لايه؟ ايه الفانكشنز اللي ممكن استخدمها في كل كومبوننت؟ فتبدا تعلي عندك السكيلز بتاعت ازاي اصلا تديزاين سيستم من غير ما تكتب كود، لا انت بتعمل ديزاين اصلا من بره بعيدا عن الكود خالص. فالنقطه دي مهمه انك تبقى عندك السكيلز دي. تبدا برضه تعرف انك دلوقتي تهتم او تعرف ان في تايمنج كونسترينتس، وان انك محتاج السيستم بتاعك يعني الريسبونسيفنس بتاعته تكون دقيقه، اللي هو يعني مثلا تخيل كده مثلا صاروخ جاي يضرب طياره مثلا، اكيد المفروض ان الصاروخ ده ولا يوصل بدري ولا دقيقه ولا متاخر، لا انت محتاج انه يوصل بالظبط. فهنا تبدا تعرف حاجه اسمها ريال تايم اوبريتنج سيستم، اللي هو تعمل الفانكشن بتاعتك اللي انت عايزها في الوقت اللي انت عايزه. فتبدا تهتم بحته التايمنج كونسترينز والريسبونسيفنس بتاعت السيستم بتاعك. فكل ما بتعدي ليفل، كل ما بتلاقي ان في حاجات انت عمال يعني تحط طوبه فوق طوبه، وبتعلي النولج بتاعتك وبتعلي الرؤيه بتاعتك، والرؤيه بتاعتك بتوضح وبتوصل اكتر. فانت لما بتوصل للارتوس اللي هو ريال تايم اوبريتنج سيستم ده برضه يقعد معاك وقت كتير، هتطلع منه هتلاقي ان هو الموضوع لما تخلصه لا غير كتير اصلا من تفكيرك ومن شكل التفكير بتاعك في السيستم عن المرحله اللي قبل كده. انت في المرحله اللي قبل كده كنت بس عايز تكتب كود بتقسمه عشان تشتغل، لا بعد كده لما عديت في الليفل اللي بعده اكتشفت اللي هو لا يعني بعيد عن ان انا عايز الكود يشتغل، لا انا بدات افكر اصلا ازاي اديزاين السيستم بتاعي ده. انا من غير ما اكتب كود انا دلوقتي بقيت عارف ان انا محتاج اعمل كذا وكذا وكذا، وده هيكلم ده وده هيكلم ده، فانت بقيت قادر انك كانك بتعمل كود بس من غير ما تكتب كود. فانت لحد هنا انت عرفت سي داتا ستراكشر، عرفت مايك كنترولر، عندك نولج في كرات داتا شيت، عرفت الارتوس، عرفت السوفت وير ديزاين وازاي تفكر في انك تعمل ديزاين السوفت وير بتاعك. انت لحد هنا معاك النولج الاساسيه اللي اصلا الناس بتشتغل بيها، لحد هنا الناس بتشتغل بيها. انت وانس انك وصلت لهنا خلاص بقيت عارف انت اصلا بعد الخطوه دي انت محتاج تعمل ايه، انت بقيت قادر انك توجه نفسك انا بعد كده محتاج اعمل ايه. فدي الحاجات الاساسيه اللي انت محتاجها كحد امبيدد سوفت وير يعني. والكلام ده برضو احنا عاملين رود ماب في السيركل بتاعت الامبيدد في الكات، وبرضو متقسمه ليفلز، برضو كل ليفل مغطي الحاجات اللي انا قلتها دي بالكورسات بالكلام ده. فالدنيا برضو يعني ممكن ابقى اديها لك الرود ماب ان شاء الله في الديسكربشن بالظبط. فده البريكوست اللي انت محتاجه كحد امبيدد سوفت وير يعني ديزاين، او حد عايز يذاكر الامبيدد سوفت وير يعني. حلو جدا. طب هو واضح كده من الكلام اللي انت قلته ان التراك فيه مجهود كبير وفي حاجات كتير قوي انت محتاج انك تذاكرها، تمام؟ وبياخد وقت كتير. بالظبط. الامبيدد من اكتر المجالات الكيرف التعلم فيها
طويل طويل قوي ومحتاج نفس طويل، وعشان تقدر تتغلب على ده محتاج انك تحط نفسك وسط ستادي جروب، او يكون معاك حد يساندك، حد يساعدك لما تقع يقومك. يعني مثلا انا من الحاجات اللي ساعدتني كتير ان انا اول ما بدات اذاكر امبيدد كان معايا ماجد، انت عارف ماجد، كان معايا ماجد، فاحنا انا وماجد يعني بدانا سوا، كنا كل ستيب بناخدها بنمشيها سوا، فلما كان حد فينا بيقع او يعني بيزهق او بيمل فالتاني بياخده فبيشده، فالنقطه دي مهمه. لكن لو انا كنت مكمل لوحدي لا كنت هقع. فكان وجود ماجد معايا ان احنا بدانا اصلا سوا، كل تريننج اللي قلت لك دي في الاول هو برده خدها معايا، فاحنا كنا ماشيين ستيب باي ستيب مع بعض، لما حد بيقع التاني بياخده في ايده يعني. بعد كده انضم معانا حبيش برده، فاحنا بقينا الثلاثه كده ماشيين كاستادي جروب. لما نخش مثلا يعني في كورس معين بنذاكره سوا، في حاجه معينه بنعملها سوا، فلما يكون في حد في الثلاثه واقع او مسقط او خلاص يعني محبط او ما عندوش شغف او بتلاقي الاثنين اللي معاه بيشدوه. لكن لو انت لوحدك يعني هتحبط وهتقف ومش هتكمل، خصوصا اصلا انت عشان تشوف اوتبوت اصلا انت بتذاكره ده لا انت محتاج فتره طويله طويله قوي. يعني مثلا عكس مثلا الناس بتوع الفلاتر او الاندرويد او كده، ممكن شهرين ثلاثه بتلاقي عمل ابلكيشن فلاقى اوتبوت للحاجه اللي هو بيعملها دي. لا انت بتقعد، ممكن بقول لك تقعد سنه عمال تدرس سوفت وير سي داتا ستراكشر البريزم، لكن لسه اصلا ما تعرفش يعني ايه امبيدد، ما دخلتش مسكت ماي كنترولر. فانت لو لوحدك لا طبيعي هتزهق. هل وانت مع اصحابك مش تزهق ولا مش هتمل؟ لا هتقع برضه وهتقف، وانتوا كلكم هتقف، بس هتشجعوا بعض. لما تقفوا هتشجعوا بعض، لا يلا نكمل. فالامبيدد مهم، وانت لو حد بيذاكر امبيدد ان هو يحاول ان هو يشوف حواليه ناس مهتمه بنفس المجال ده، ياخدوا بايد بعض، يشجعوا بعض. طيب فرضا انا ما لقيتش حد صاحبي مثلا، حد قريب مني يعمل الموضوع ده، في ستودنت اكتيفيتي كتيره موجوده دلوقتي عندنا، وتقريبا اغلب التيمات فيها سيركلز الامبيدد. يعني ممكن تيم زي كات فيه سيركل امبيدد كويسه، فانت لما تخش السيركل هتلاقي ناس معاك في مستواك، ناس في مستوى اعلى منك، ناس في مستوى اقل منك. فانت مثلا لما تيجي تذاكر مع ناس في مستواك هتشجعوا بعض. طيب فرضا انت وقفت او عطلت او محتاج نصيحه، فهتلاقي حد اعلى منك بيسال بالظبط، عدى نفس الظروف انت عديت بيها دي فهتساله فهيفيدك. انت برضو في الليفل ده في حد اقل منك، فانت قادر انك تفيده، فتلاقي ان الموضوع رايح جاي ففي استفاده كبيره. فحته انك توجد نفسك في ستادي جروب عموما دي من الحاجات اللي بتساعدك وبتوفر عليك وقت ومجهود كمان. يعني لو انت اصلا ماشي لوحدك هتخبط يمين وتخبط شمال، وممكن ما تقدرش انك توصل او توصل بعد مجهود كبير. لما تكون في وسط ستادي جروب حد معاك برضو سابقك، ده بيساعدك. برضو انك تسال كتير، حد شايفه ان هو عنده معرفه اكبر منك، ده بيوفر عليك مجهود كبير قوي. هو اصلا الشخص ده عشان يوصل اللي هو عارفه ده، يا اما سال قبلك يا اما خبط كتير لحد ما اكتشف ان الطريق ده هو الانسب اللي هو المفروض اي حد يمشي عليه. فكونك انك تحاول انك تسال وتشوف حد اكبر منك كمنتور ليك، ده بيوفر عليك مجهود، بيوفر عليك حاجات كتير قوي قوي قوي، يعني على انك تمشي لوحدك وتخبط. لان احنا برده اول ما بدانا انا وماجد يعني في الاول خبطنا برده كتير، يعني قعدنا فتره كده بنخبط نشوف حاجه من الشرق، حاجه من الغرب، حاجه من فوق، حاجه من تحت، فالدنيا كانت ملخبطه. لحد ما دخلنا التريننج بتاع الام تي اي كان يعتبر بقى ايه، عارف انت اللي هو سيستم الدنيا في دماغك، يعني خلاك بقيت عارف اصلا، دخلك في الموضوع، خلاك بقيت عارف انت اصلا عايز تعمل ايه. فلكن كان قبل كده كنا عمالين نخبط هنا ونخبط هنا، فكانت الدنيا مش مظبوطه. فاحنا لما خبطنا ومشينا على في اكتر من سكه، في النهايه وصلنا رود ماب كويسه دي اللي ماشيين عليها في كات يعني. فالنقطه اللي هو انك توجد نفسك في ستادي جروب مهم، انك تسال حد اكبر منك برضه مهم عشان تقدر تكمل ما تقعش او ما تقعش بسهوله يعني. طب بما انك ذكرت الان تي اي، احكي لنا كده تجربتك في التدريب ده. تمام، الان تي اي تقريبا انا خدته اظن في ثانيه قسم يعني اجازه ثانيه. هو كان تريننج كان شهرين، كان البروسيس بتاعته كانت عادي، انترفيو كده بسيط خفيف. بعد كده كان شهر اتكلموا فيه عن السي، عن الداتا ستراكشر، عن الاركتكشر بروسيسور وميموري، وبرده في خلال الشهر ده عملنا بروجكت او اتنين. بعد كده ده كان اول شهر، ده كان اول موديول يعني هو بتاع السي بروجرامينج يعني. بعد كده دخلنا بقى في الانترفيسنج او الماي كنترولر، واستخدمنا كنترولر اسمه اي في ار، وبدانا بقى في الاي في ار ده
احنا نتعامل ونفك بالبريفلر اللي انا قلت عليها من شويه دي، اللي هي الانبوت اوتبوت بريفلر، الانتربت، الاي دي سي، التايمر، البروتوكولز. بدانا من هنا ان احنا نحتك بالكلام ده واحنا ماشيين، برضو عملنا اكتر من بروجكت. فهي التجربه على قد ما هي كانت مرهقه، انها كانت كل يوم، كل يوم من الساعه 9 الصبح كانت ميكس اونلاين واوف لاين، من 9 الصبح ل 3 بالليل. قعدت المحاضره 6 ساعات، 6 ساعات وانت اصلا محتاج بعد ما تخلصها تقعد شويه تستريح وراك تاسكات. فكان الموضوع مرهق قوي شهرين ورا بعض، بس على قد ما هو فاد الواحد. يعني بدل ما كنا مشتتين وبنخبط يمين وشمال، لا خلاص عرفنا احنا عايزين اصلا نعمل ايه والمفروض نمشي ازاي. فالان تي اي بصراحه كانت من التجارب المهمه اللي المفروض اصلا الناس وهي في الكليه تحاول اول تريننج يفكروا فيه. ان تي اي او اي تي اي، يعني بالنسبه للامبيد تحديدا، يعني الان تي اي او الاي تي اي، الكونتنت واحد والكونتنت كويس وهيوفر عليك وقت كتير وتخبيط كتير وهيساعدك يعني. فالان تي اي بصراحه كانت من التجارب اللطيفه الواحد استفاد منها، رغم انها كانت مرهقه زي ما بقول لك، بس يعني في النهايه جابت نتيجه كويسه يعني. حلو، مفيش حاجه بتضيع في الهوا يعني. بالظبط، مفيش حاجه بتضيع، لا يعني على قد ما بتبذل مجهود على قد ما بتلاقي مقابل ده. فهي كانت تجربه، ومفيش حاجه برضه انت بتاخدها بس لازم هتتعب برضه ولازم هتبذل مجهود عشان في النهايه توصل للاوتبوت انت حابه او انت بتتمنى انك توصل له يعني. حلو، طب انت كان ليك تجربه برضه مع سيمنز؟ تمام. سيمنز كان التدريب ده كان في الصيف اللي فات. كان البريكوست بتاعته اصلا انك تكون حد اصلا عارف امبيدد، عارف سي، عارف ماي كنترولر، اشتغلت على اي ماي كنترولر قبل كده، عارف شويه في لينكس كبيزكس لينكس، لان هو دخلك يعني خد حد عارف الاساسيات وبدا يعرفه على الشغل في الشركه عامل ازاي، او المجالات في الشركه في الشغل عامل ازاي، الحاجات اللي هي اصلا انت في العادي مش بتدرسها وانت مثلا شغال مع نفسك او بتاخد دبلومه بره او كده، مش بتلاقي الكلام ده بره. فبدا يعرض عليك اكتر من موضوع، يديك مثلا في كل موضوع 2 سيشن مثلا بيغطوا لك موضوع معين، يدوك فكره عنها انت بقى بعد كده لو حبيت انك تذاكر الموضوع ده مع نفسك فانت خدت فكره وفهمت اصلا الموضوع ده بيتكلم عن ايه. يعني مثلا اتكلموا عن حاجه مثلا اسمها بوتلودر، مثلا اتكلموا عن حاجه، اتكلموا عن الارتوس، اتكلموا عن الاوتوزار. الاوتوزار ده انا كنت قلت لك ان من اكبر صناعات الامبيدد هي الاوتوموتيف، فالاوتوموتيف فيها شركات كتير. فكان بسبب كده ممكن عمرو مثلا صاحب شركه يعمل كود بشكل معين، انا مثلا بعمل كود بشكل معين، ففي حد مثلا هيتعاقد مع عمرو، تمام؟ خلص تعاقد، فعايز يتعاقد معايا، هتلاقي ان كل مره يعني بيبني الكود بتاعه فروم سكراتش، يطلب مني الحاجه اللي هو اصلا كان عمرو عملها لي، لا هو كان عايز تعديل بس مش اكتر، فخلاني ان انا اعملها له من الاول. فاتفقوا لحاجه اسمها اوتوزار، هي عباره عن دوكيومنتيشن كده بيوحد شكل السوفت وير، المفروض ان كل الشركات اللي شغاله في الاوتوموتيف دي تلتزم بيه. مين اللي حط الدوكيومنتيشن دي؟ الشركات المصنعه للعربيات اصلا، هي بي ام دبليو ومرسيدس، الكلام ده اجتمعوا كده سوا وحطوا لك في نهايه دوكيومنتيشن المفروض ان اي شركه شغاله في الاوتوموتيف ان هي تطلع لك سوفت وير ملتزم بالشكل ده. يعني لو انا مثلا عندي سيستم عمري خد جزء منه وانا خدت جزء منه، في النهايه شغلنا مش هيتعارض مع بعض، لان احنا الاثنين ماشيين بالظبط نفس الستاندرد، نفس البروتوتايب بتاع الفانكشن، نفس الارجيومنت البسيطه، نفس كل حاجه ثابته لكل الشركات. فهو كلمونا عن الاوتوزار، كلمونا عن الاوبريتنج سيستم اصلا اللي بيستخدم في الاوتوموتيف ايه، كلمونا عن الديفوبس عموما اصلا ودخول السوق بتاع الامبيدد اصلا عموما وليه اصلا يحتاجوا الديفوبس. كلمونا عن كذا حاجه كده برضو. بعد كده كان في زي امتحان كده في نص التدريب. يعني الامتحان ده كان المفروض ان هم ياخدوا اعلى ناس منه بحيث ان هم يكملوا التدريب بتاعهم في الشركه في القاهره يعني. فبعد التدريب ده احنا عديناه، وبعد كده دخلنا بقى كملنا التدريب في الشركه. التدريب في الشركه كان عباره عن امبيدد لينكس، يعني بدانا يعني طبعا ما كانش عندنا خلفيه عن امبيدد لينكس، فخدنا فكره عن امبيدد لينكس اصلا، ايه هو امبيدد لينكس، ايه طبيعه اصلا شغل امبيدد لينكس، ليه اصلا الناس راحوا لحاجه شبه امبيدد لينكس. فهو التدريب عموما
فتح دماغك على حاجات كده، على اكتر من حاجه، اداك فكره عن فكره هنا وفكره هنا وفكره هنا، وانت بقى على حسب ما تحس انك عايز تدوس في الحته دي هتقدر تدوس في الحته دي. فهو كان برضه من التدريبات او تريننجز المهمه. ده غير كمان ان هو خلاك اصلا تشوف الحاجات اللي هم بيستخدموها اصلا في الشركه عامله ازاي، يعني بيكتبوا كود عامل ازاي. برضه حته اللي هو انك تبقى على تواصل برضه مع ناس اصلا شغاله، هم اللي يشرحوا لك دول هم ناس موجودين في الشركه. فده برضه نقطه مهمه انك تبني علاقات مع حد شغال، فدي نقطه هتساعدك سواء دلوقتي او بعد كده يعني. فهو كان من التريننجز المفيده بصراحه يعني. حلو. طب انت اصلا خلينا بعيدا عن التنين تريننج، ازاي اصلا قدرت انك تحصل عليهم او تريننج يعني؟ هو طبيعي هقول لك مثلا ان انا جيت كده، عارف انت مثلا في نهايه ثانيه قسم تبدا تلاقي اصحابك مثلا بيتكلموا عن في انترنشيب هنا وفي تدريب كذا، فتيجي تحب تقدم تلاقي ان هم طالبين سي في، فانت تيجي تشوف انا اكتف سي في ما عنديش حاجه خالص، اللي هو صفحه فاضيه، فما فيش حاجه. انا عايز اقول لك ان انا اتحولت من شخص مثلا تقريبا في نهايه الثانيه لحد مش لاقي اصلا يكتب ايه في السي في بتاعه، لحد دلوقتي هتخرج والحمد لله راضي بشكل كبير قوي على اللي انا حققته في السي في والحاجات اللي انا خدتها في السي في. اللي هو لو كنت قلت لي مثلا في ثانيه انك في رابعه هيبقى السي في بتاعك وانت جاي تتخرج عارف الحاجات دي وخدت التدريبات دي، خش توقع. انا بقول لك انا في ثانيه مش لاقي حاجه حرفيا اكتبها. فاللي يخليك انك تقدر انك تدخل تدريبات او تاخد انترنشيب حته السي في. طب انا السي في هعمله ازاي او اهتم بيه ازاي؟ انت دلوقتي مثلا احنا خدنا قلنا ان احنا بدات بالسي، فانت ذاكرت سي، جيت بعد سي عملت بروجكت حلو، فانت كده خلاص عملت يعني تعتبر انت بنيت حاجتين، عندك سكيل اللي هي البروجرامنج بالسي، وعندك سكيل ثانيه حته اللي انك عملت بروجكت بعد سي، عملت ذاكرت داتا ستراكشر تمام، فانت زودت سكيل ثانيه عندك داتا ستراكشر، وعملت ايه؟ عملت بروجكت برضه. فانت كده زودت وانت اصلا ماشي بتذاكر ممكن تعمل حاجه، زودت تو سكيل السي والداتا ستراكشر وعملت اثنين بروجكت. وانت ماشي برضه هتبدا تتعامل مع المايك كنترولر والبريفلوبس وتعمل اكتر من بروجكت، فانت كده بقى عندك نولج عن الامبيدد سيستم وعن المايك كنترولرز، عملت بروجكت، عملت اثنين، عملت ثلاثه، فانت هتلاقي لحد هنا. او اصلا بعيدا عن كده، انت لو جيت اصلا بعد السي تمام حاولت انك تدخل تريننج زي الام تي اي او الاي تي اي، فهو اصلا هيوفر لك حته انك تذاكر سي وتذاكر داتا ستراكشر وتذاكر مايك كنترولر، وكمان انك تعمل في خلالهم اثنين ثلاثه بروجكت. فهو اصلا يعني تدريب واحد مدته حوالي شهر شهرين خلاك انك تبني اكتر من بلوك في السي في عندك بتاعك. بعد كده بقى تقدر انك تقدم. طب هنكمل، انت خلاص ذاكرت مايك كنترولر، عملت كذا بروجكت، فانت كده عمال بتزود في السي في عندك. تبدا برضو انت ماشي تتعرف على 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 تولز مثلا زي جيت، تعرف يعني ايه جيت، ازاي اصلا تتعامل مع جيت، تحاول انك تتعامل مع اكتر من اي دي اي، برضو حته سكيل انك اتعاملت مع اكتر من اي دي اي كويس. فانت لو جينا نشوف لحد دلوقتي، انت واحد عارف سي، عارف داتا ستراكشر، عارف مايك كنترولر تمام، عارف شويه تولز زي الجيت والاي ديز عموما، عملت اثنين ثلاثه بروجكت. انت لحد هنا كطالب او اصلا كمان لقبل كده كمان، مش لحد هنا كمان، لا انت كطالب كسي في كويس. حته برضو نقطه مهمه قوي ودي هتساعدك، حته انك تحاول انك تعمل كونكشن مع ناس شغاله، وانك تكون على تواصل مع ناس شغاله، ده هيساعدك بشكل كبير. يعني ان هو يخليك انك يعني انت دلوقتي بتخش امتحان، بعد ما تعدي لو عديت الامتحان بتخش مثلا حاجه زي شورت ليست تمام، فانت وانت عارف ناس اصلا ممكن ان هو اصلا يحاول ان هو يزقك من شورت ليست دي، بحيث انك تكون عارف كونكشن مع انك عندك شويه سكيلز برضه، ده يخليك بسهوله انك توصل انك قادر تحصل على انترنشيب في مكان كويس. فدي من الحاجات الاساسيه انك تبني سي في على مدار ما انت عمال تتعلم وبتذاكر، بتذاكر وتعمل بروجكت، بتذاكر وتعمل بروجكت، فانت عمال تبني سي في واحده ورا الثانيه، وعندك كونكشن ان هم يساعدوك، بعد ما اصلا عندك الاساسيات المطلوبه، لا انت كمان عندك حد تقدر تكلمه اللي هو يعني يساعدك شويه يزقك شويه، فمن خلال الاثنين دول تقدر انك تاخد على يعني تاخد انترنشيب او تاخد تدريب او كده. تدريب سيمنز كان محتاج زي ما قلت لك كده حد عارف سي ومايك كنترولر وشويه في اللينكس، كوماند بسيطه يعني، هو اصلا يعني عارف بس تعامل مع السي ام دي بس مش اكتر يعني. وكان طالب ايه التدريب جامعه،
كان طالب التقدير يعني. هو في العادي ما فيش حد بيطلب تقدير، بس سيمنز اكتر بيهتموا بحته التقدير دي، انك تكون طيب. لكن غير كده مثلا فاليو او اي شركه تانية تقدير طيب اقل حاجه. كان يعني كل ما كان تقديرك اعلى كل ما كانت بالظبط كده. فده كان النقطه بتاع سيمنز، هم كانوا طالبين تقدير كمان بخلاف السي في. لكن غير كده التقدير طبعا، التقدير مهم، وتقدير اصلا عندنا انك تجيبه انا مش شايفه حاجه صعبه. لا، الدنيا عندنا تقدر انك تجيب تقدير اصلا بسهوله خالص، من غير اصلا ما تبذل مجهود في الكليه تقدر تجيب تقدير يعني. فتقدير مش حاجه صعبه. وفي نفس الوقت ايه، مش اللي هي تشغلني، لا، اللي هيشغلك الحاجات اللي انت بالظبط والحاجات اللي انت عارفها يعني. طيب ماشي، بما اننا جبنا سيره السي في وكده، خلينا نتكلم على المرتبات. يعني هنحط افريج كده مرتبات مثلا الامبيدد سيستم. حابب اقول لك ان الامبيدد من اكتر مجالات السوفت وير ان الستارت بتاعها والبدايه بتاعتها عاليه. يعني انت هنا بتلاقينا في مصر رينج المرتبات لما الحد لسه فريش جاي يبدا، بتبدا من 18 وتوصل في شركات لحد 30. يعني اعرف ناس فريش، الناس اعرفها اول مرتب خدوه هنا في شركات مصر كان 1000 دولار، يعني حوالي مثلا 30000 او حاجه. فالامبيدد من المجالات اللي المرتبات فيها في مصر هنا كويسه، يعني مش هقول لك بره مصر، لا، في مصر اصلا عموما كويس. الشركات عموما سواء مصريه او مش مصريه، في منها بيقبض بالدولار في بين المصري، بس حتى اصلا المصري برضه بقول لك كده تلاقي رينج 18 20، وبعد اصلا كمان تعامل الجنيه، فالدنيا زادت في المرتبات شويه، فبتبقى رينج من 18 لحد تقريبا 30 كده يعني كستارت. فالدنيا في المرتبات كويسه. كمان برضه بالنسبه للشغل اصلا، الامبيدد من المجالات اللي عماله تتوسع بشكل كبير قوي في مصر. كل فتره كده قريبه شركه جديده، هي اصلا يعني شركات انترناشونال بتكون فاتحه فرع في مصر، يعني بيبداوا ريموتلي الاول وبعد كده يعملوا اوفيس ليهم وكده. فالامبيدد من المجالات اللي فيها توسع بشكل جامد قوي قوي يعني. هو كان وقع شويه وقت كورونا زيه زي كل المجالات الموجوده، بس دلوقتي بقى يعني تعتبر اكبر فتره المجال طالع لفوق. انا كنت اسالك سؤال دلوقتي اللي هو فكره الامبيدد مستقبله ازاي، وفي نفس الوقت حته برضه الاي اي وكده، انا شايف ان هو ليه تاثير على الامبيدد ولا لا؟ زي ما بقول لك كده، الامبيدد من المجالات اللي التوسع فيها كبير قوي والشغل فيه كتير قوي. اللي هو انت لو حد كويس وعندك سكيلز، لا، هتشتغل بسهوله. دلوقتي اصلا شركات كتير بره مصر بيجوا يفتحوا الفروع اليوم في مصر، عشان برضه حته عارف انت يعني الفلوس بالنسبه لهم هنا في مصر هتكون مش بالظبط، والناس كنا في مصر برضه ناس كويسه. ففي شركات كتير اصلا غير الشركات اللي موجوده اصلا في مصر فتحت كتيره، غير الستارت اب اصلا الموجوده. فلا، الشغل في الامبيد حاليا هي تعتبر اكبر فتره الامبيد اصلا في شغل هو الفتره دي. يعني مثلا كان جه في حوالي 2017 2016 كان فجاه كده انتشر، فاي حد مثلا عارف شويه في السي ماي كنترولر بيشتغل على طول. جه بعد كده في وقت الكورونا الدنيا وقعت خالص، بعد كده رجعت واحده واحده لحد ما دلوقتي وصلت تقريبا لاكتر اصلا مما كانت عليه في 2018 2017. فالمجال بيتوسع. زي كمان بقول لك ان هو مش محصور في حاجه واحده، يعني انت هتلاقيك داخل في الاي او تي، داخل في الاوتوموتيف، داخل في حاجات كتير. بل كمان اصلا دلوقتي في بيحصل زي انتجريشن كده ما بين الامبيد اصلا والماشين لانج والماشين ليرنينج. يعني في اصلا بوزيشنز بيبقى الشخص اللي فيها عنده الاثنين سكيل، عنده الماشين ليرنينج وعنده الامبيدد. يعني هل ده ممكن اصلا يعني بعد كل اللي انت قلته في الامبيدد ده، وفي نفس الوقت برضه الماشين ليرنينج مجال كبير جدا وواسع جدا، هل ممكن انك تقدر تتعلم الاثنين مع بعض؟ تعلم الاثنين مع بعض صعب، لان الامبيدد زي ما بقول لك اصلا مجال التعلم فيه كبير قوي. بتخلص عارف انت، انا مثلا بخلص كورس فاللي هو خلاص كده يعني خلاص، لا عارف ان انا بقيت عارف كويس، فلان انا بيظهر لي حاجات اصلا مش هقول لك ان انا عندهم خلفيه بصرا، انا اصلا ما اعرفش المسميات نفسها ما اعرفهاش. فلو انت كل ما تخلص حاجه كل ما تلاقيك اتفتح لك 5000 حاجه بعدها، فاللي هو ما بيخلص خلصت والله. فاللي هو لا يعني الامبيدد مجال كبير يعني. في نفس الوقت برضه الاي اي او الماشين ليرنينج برضه لا، مجال محتاج مذاكره ومحتاج حاجات كتير. بس يعني عارف انت بيبقى مثلا حد امبيدد وعارف مثلا عنده شويه يعني بيزكس مثلا في الماشين ليرنينج، ومع كام لغه برمجه، سي بلس بلس، بايثون، الدنيا بتمشي يعني. انك تدرس الاثنين مع بعض لا، الـ صعب صعب يعني. ممكن مثلا تاخد شوط في مجال بعد كده تحاول تقلل الريتم، بعد خلاص حاسس انك بقيت كويس لحد ما، فتقلل بقى الريتم فيه شويه وتدي المجهود الاكبر ده لمجال تاني، ممكن تعمل كده. بس يعني فاهم، الدنيا برضو مش اسهل حاجه، لان الامبيدد نفسه محتاج مجال محتاج مجهود ومحتاج نفس ومحتاج صبر
والدنيا مش اسهل حاجه فيه يعني، فانك تذاكر الاثنين مع بعض ده مش سهل يعني. طب ماشي، خلينا قبل ما نختم كده، بيبقى في شويه مفاهيم خاطئه ممكن في اول سنين في الكليه وكده في قسم عندنا، وانا كنت بفكر كده برضو. اول حاجه ان الامبيدد هاردوير اصلا، يعني كنت بفكر ان الامبيدد بشكل كبير هاردوير، فانا مش عايز اذاكر امبيدد عشان انا ماليش في الهاردوير وان انا اوصل كده، فده اصلا المفروض صح ولا غلط؟ لا، الامبيدد اصلا عموما الشغل فيه جزء الهاردوير وجزء السوفت وير، المنافسه اكتر والشغل اكبر حته السوفت وير، يعني التنافسيه اعلى في السوفت وير. كل الشغل هنا في مصر سوفت وير، يعني انت اصلا ممكن اصلا تشتغل تلاقي يعني تقعد كام سنه شغال في شركه ما احتكتش اصلا ببورده غير مرات نادره، يعني كل شغلك سوفت وير وتولز وكلام من كده يعني. فالدنيا مش، لا مش اللي هو يعني شغل هاردوير بقى وتوصيلات والكترونكس ومقاومات وترانزستور وما اعرفش ايه، لا الدنيا مش كده يعني. احنا لما بنخش اصلا في الكليه بيقول لك الامبيدد هاردوير، الامبيدد اردوينو، فالدنيا عندنا تصورات مش صح. في اصلا ناس بتقفل من الامبيدد بسبب تصورهم ان الامبيدد اصلا عباره عن الكترونكس وشويه توصيلات وتست بورد وكلام من كده، بس الدنيا مش كده يعني. انت اصلا عندك اغلب الشغل هنا، ان ما كانش كل الشغل هنا في مصر سوفت وير بس، برضه في بره مصر برضه السوفت وير شغل فيه كتير، في هارد وير، وفي ناس هارد وير وديزاين بي سي بي وكلام من كده، بس يعني ده موجود وده موجود، بس السوفت وير لا، سوفت وير يعني كتير وموجود بكثره يعني. انت لو جيت مثلا تشتغل كحد ذاكر الحاجات اللي قلت عليه دي، اللي هو الريكوست الاساسيه انها يشتغل سوفت وير عاليا، حتى لو هو النولج بتاعته في الهاردوير ضعيف. انا اصلا نفسي مش بحب الهاردوير قوي وماليش خلق في الالكترونكس والتوصيلات والكلام ده، فالدنيا مش عايق ومش ازمه خالص في حته الهاردوير دي. فلا، فالامبيدد مش هاردوير يعني. طب النقطه الثانيه اللي انت قلتها دلوقتي، فكره ان الامبيدد اردوينو اصلا، شفت انت اللي بقول لك خدعوك فقالوا، خدعوك فقالوا ان الاردوينو امبيدد، الاردوينو مش امبيدد يعني. لو حد جاي ان هو يبدا يتعلم امبيدد، جاي يتعلم امبيدد، فاللي هو انا قلت لك اصلا انت محتاج يبقى عندك كذا سكيل، منهم انك تبدا تقرا داتا شيت، تمام، تبدا تمسك بريفلر تشوف الريجسترات بتاعته ازاي تبرمجها، تبدا تتعامل مع البريفلر، تبدا تكتب كود فروم سكراتش. هل كل ده الاردوينو بيوفره لك؟ لا، الاردوينو اصلا بيعمل لك ابستراكشن ما بينك وما بين كل الكلام ده، ان اصلا هو عباره عن حاجات جاهزه انت بس بتعملها كود. طب ايه بقى اللي بيحصل ورا الكلام ده؟ تعرف. لا ما تعرفش خالص. ممكن الاردوينو يكون مهم في حته ان هو بيخليك انك تعمل انترفيسنج مع سنسورز، مع حاجات، مع ال سي دي، يعني بيخليك تحط لك شويه في التوصيلات دي، لكن انك تتعلم بيه امبيدد فلا، مش هعلمك امبيدد، لان كل حاجه في الاردوينو من فوق، انت اصلا مش شايف اللي بيحصل. فانت وانت لسه جاي تتعلم محتاج انك تكون عارف ايه اللي بيحصل تحت، ازاي اصلا الاردوينو وفر لي فانكشن اسمها سيت بين مثلا، ازاي عملها كده. فانت هتلاقي انك لما تخش بقى تدرس امبيدد هتلاقي انا فهمت اصلا الفانكشن دي كانوا عاملين لها امبلمنتيشن ازاي. فلا، ممكن بقى بعد ما تتعلم امبيدد وخلاص حسيت انك كويس، عايز تعمل مثلا بروجكت وعايز تعمله بسرعه مثلا، او تركز في حته الابلكيشن فوق واللوجيك بتاعك فوق، بس انت خلاص اتعلمت امبيدد، فممكن تستخدم اردوينو كسهوله وكسرعه وقت وكده. انك تبدا تتعلم امبيدد باردوينو، لا، الامبيدد الاردوينو مش هيعلمك امبيدد سيستم خالص يعني. انت شايف اصلا صح انك تبدا امبيدد بالظبط خالص وبعد كده انا اقول لك، انا لحد دلوقتي عمري ما اتعاملت مع اردوينو، ما اعرفش اصلا بيتعامل معاه ازاي. انا جبت اردوينو في ثانيه، جه كورونا حطيته في العلبه بتاعته اللي هو ومقفول، فما اتعلمتش اصلا اردوينو، كنت جايبه عشان الكليه. فلا، فالاردوينو مش يعني، ممكن تتعلم امبيدد او تبدا امبيدد اصلا من غير ما تعرف اردوينو خالص، مش ازمه. لو يعني اتعلمت اردوينو او اشتغلت اردوينو زي ما قلت لك كده، هيديك حته ميزه التوصيلات، انك بدات توصل اردوينو مع كومبوننت حواليك، انك بدات تحتك شويه بالسنسورات، الحته دي ميزه شويه يعني، الحته دي كويسه ان هو بيوفرها لك يعني. كده كده برضو انت الحاجات دي هتتعامل معاها لما تخش مع مايكرو كنترولر، فاهم؟ فلا يعني تقدر تتعلم امبيدد من غير اردوينو، لان اصلا اردوينو ما يعتبرش امبيدد سيستم. حلو. طيب نرجع لنقطه الرود ماب الاول. احنا قلنا ان احنا بنبدا بسي، تقريبا بتاخد منك من 9 شهور لسنه. السي الوحيده مثلا، لا، ممكن السين نحط لها 6 شهور مثلا. يعني اقول لك، احنا مثلا في الكات مثلا في السيركل خدنا السي في 3 شهور، احنا قسمناها حوالي 8 اسابيع كده، 8 توبيك ومع بروجكتس مش عارف ايه، فخدت منها 3 شهور. بعد كده خدنا الداتا ستراكشر في حوالي شهر ونص، وكان زيهم برضو الجوريزم، تمام،
فكان الموضوع ده كلنا خد مننا مثلا 6 شهور. فلو حد مثلا بيدرس لوحده، وطبعا ده مش بقول لك ان 3 شهور كده انت خلاص السي، لا، الناس كانت محتاجه بعدها، كانت بتنسى اصلا السي، محتاجه انها تراجع اصلا تاني، محتاجه انها تقرا من مرجع. فممكن مثلا نحط رينج كده لحد يدرس سي من 3 ل 6 شهور. طبعا لو انت عارف لغه برمجه اصلا، كل ما تكون عارف كل ما تلاقي الوقت معاك بيقل يعني. فممكن 3 شهور 6 شهور كده. بعد كده مثلا محتاج وانت ماشي انك تحل كتير، سواء برامج تكتب كود بايدك كتير، تمشي ايدك كتير، تحاول تبص على التريكات اصلا ام سي كيو كده، لان ده بتعلي التفكير بتاعك وبيخليك تتعامل مع مشاكل اصلا ما كنتش تتخيلها انها تقابلك بالكود. وتعمل بروجكت، فهتلاقي كل الحوار ده وصل معاك في 6 شهور مثلا. طب حته المرجع اللي انت قلتها لي برضه، ايه رايك في الكتابه وكده، في انك تقرا كتب في الامبيدد اصلا؟ ده بروش كويس اصلا يعني، على عكس مثلا حاجات تانية زي فلاتر فرونت كده ممكن الناس تعتمد على الكورسات اكتر. الامبيدد برضو انت هتلاقيك بتتعامل مع كورسات، بس انت عارف انت الكورس دايما مش بيديك كل حاجه. فالامبيدد يعني في مراجع كتير، كل توبيك بتلاقي فيه مراجع كتير قوي. فانا مش بقول لك تقرا كل المرجع، اصلا مش حد بيمسك المرجع بيقراه من الجلده للجلده. يعني انت بتخش المرجع، انا مثلا عايز اذاكر الانترابت، فانا فتحت المرجع الفلاني جبت الشابتر بتاع الانترابت ذاكرته، هيديني نولج زياده. فحته الكورسات او كده كويسه وهتديك نولج، بس لو زودت معاها شويه نولج من مرجع او كده هتلاقي انك عمال تزود في المعرفه اللي عندك يعني. لكن احنا بنعتمد برضو عندنا على الكورسات وكده، بس عارف انت المشكله اكتر ان الكورسات بعد ما بتعدي السي وداتا ستراكشر وكده تحسها ان هي بقت مش متاحه اكتر، او مش متاحه بزياده على يوتيوب زي المجالات التانيه دي، بس بتبقى مشكله شويه يعني. فبرضو من الحاجات المهمه اللي ممكن حد مثلا يفكر فيها بعد ما يذاكر السي وداتا ستراكشر، في دبلومه للباشمهندس كرونس. هي دبلومه، عارف انت لما تلاقي حد مثلا مجمع لك كل الحاجات الحلوه في حاجه واحده، فهي دبلومه الكونتنت بتاعها جامد قوي والسعر بتاعها كويس. فلو حد مثلا عارف سي وداتا ستراكشر وماشي شويه، لو فكر في الدبلومه دي هتفرق معاه بشكل كبير. متاحه دلوقتي برضه؟ متاحه، موجوده. يعني متاحه وموجوده وفيها كم نوليدج رهيب ما حدش بيغطيه اصلا يعني، عارف انت. لا يعني بيحسسك انك كانك بتمستر كل حاجه كده، وكل حاجه بتخش فيها اندبس وبتعرف اصلا شغاله ازاي وبتعمل ايه. فهو كونتنت لو حد شافه هيلاقي الموضوع جامد معاه. ممكن يبقى صعب في الاول على حد لسه يبدا، مش اسهل حاجه هتبدا، بس لو شفته بعد فتره يعني بعد ما كان عندك شويه نوليدج تلاقي الدنيا معاك لطيفه يعني. حلو. طب انا ماشي، انا كان سؤالي اصلا في حته ان انت بتاخد في سي تقريبا 6 شهور، فلو انا لسه هبدا اصلا امبيدد، فانا مش متاكد لسه اذا كان انا هكمل امبيدد ولا لا، فامتى النقطه اللي انا اعرف منها اذا كان فعلا المجال ده بتاعي ولا لا؟ دي نقطه مهمه. الفكره انا بشوف ناس كتير بيجوا بعد 6 شهور، انا مش حابب المجال. طب انت وصلت فين؟ انا خلصت سي وستراكشر. طب انت اصلا لحد دلوقتي اصلا ما بتعرفش عن امبيدد اصلا، يعني في ايه حبيت المجال وفي ما حبيتش المجال؟ انت عشان تحب المجال، ما اصلا حتى كنت بقول للناس عندنا في السكر عشان تبدا تشوف انت حابب تكمل ولا لا. احنا مقسمين الدنيا عندنا ليفلز، فالليفل الثاني بنبدا ندرس ماي كنترولر. فدول في الليفل الثاني ممكن من نصه كده تبدا انك تشوف انا فعلا المجال ده هاويني، او انا حاسس بشغف فيه او لا. لكن ما تكررليش بعد سي وداتا ستراكشر، لانك مثلا مش زي مجالات ثانيه اللي هو من اول كام شهر بتطلع اوتبوت وخلاص خدت فكره عن الموضوع. لا، الامبيدد مش كده، لا، انت بتاخد وقت كبير قوي لحد ما عارف انت اللي هو تبدا من تحت الصفر لحد ما توصل للصفر. انت عشان اصلا توصل للصفر محتاج في حاجات كتير اصلا، ومش تقدر برضه تبدا على طول من الصفر. هتلاقي انك عمال لو بدات من الصفر، او ان انا عايز اشوف كورس ماي كنترولر اشوف بيعمل ايه، هتلاقي انك ماشي وراه كده بتنسخ بس اللي بيعمله بتعمله. يعني انت بتعمل ايه انت مش فاهم، انك اصلا عندك حاجات تحت كتير انت ضيعتها، بس انت عمال تقلد وخلاص. فعشان تعرف تشوف ان الامبريد ده مجال بتاعك ولا لا، بعد فتره كبيره ممكن سنه لما تبدا تتعامل مع ماي كنترولر. عشان كده انا قلت لك ان الامبيدد من المجالات اللي محتاجه نفس، ومحتاجه صبر، ومحتاجه انك تكون في وسط ستادي جروب، تحمسوا بعض، تشجعوا بعض، لانك هتيجي في كل حد تقريبا يعني بدا في الامبيدد جه في نص الطريق كده بعد ما خلص فيها حاجه احبط، لا فكر ان هو يحول، مش عايز. انا دلوقتي بقالي 3 شهور في لغه برمجه، وصاحبي اللي بيذاكر مش عارف ايه فلتر. لا فلاتر خلصنا ايه ذاكر فلاتر، طلع ابلكيشن وبقى حاسس ان هو خلاص بقى
هشتغل في سامسونج قريب، وانا لسه يعني فانكشن وينتر فالموضوع ده بيحبط فعلا. بس فكون انك يعني حاطط في دماغك وعارف ان انا اصلا داخل وعارف ان المجال ده عشان اوصل له لا محتاج مجهود ومحتاج صبر، ده هيساعدك شويه. ووجودك مع حد او حد جنبك بيساعدك ويذاكر معاك بيهون عليك النقط دي برضه، هيخليك انك تكمل الطريق برضه للاخر يعني. وفي النهايه برضه لو قلت لك يعني لما بتخلص الكلام ده بتحس اللي هو يعني بتحس ان الميت اصلا عموما من المجالات اللي بتخليك لما بتوصل فيها لمستوى كويس بيخليك تفهم حاجات كتير. هو لا بتفرح اللي هو عرفت عرفت اشتغل ازاي. انت بتشوف يعني بالظبط عرفت اشتغل ازاي لا يعني بيخليك انك يعني بتحتك اكتر بليفل الهاردوير شويه، فاللي هو لا بقيت فاهم ليه اصلا الميموري مش معرفش ليه اصلا صفر واحد ليه معرفش ايه، بقيت فاهم اصلا الكلام ده. فبتلاقي انك بتفرح لما بتعرف معلومه شبه كده. زي كمان برضو يعني هو لو انت اصلا حابب الامبيدد لا هتبدا فيه يعني. هو من المجالات اللي هو لو انت حابه هتلاقيك هتوصل فيه لمستوى بعيد. وكمان زي ما قلت كده الشغل فيه موجود وموجود كتير، وكمان الفلوس فيه كويسه. لما تصبر وتضغط على نفسك وتكمل في النهايه هتلاقي مقابل اللي انت لصبرك ده يعني. طيب احنا هنختم الحلقه بتاعتنا، بس قبل ما نختم حابب انك توجه نصيحه كده للناس اللي بتسمعنا دلوقتي. لو حابب ادي نصيحه ممكن اللي هو الناس تحاول على قد ما تقدر ان هي تحاول انها تستغل فتره الكليه. يعني ما تحطش كل اهتمامك في فتره الكليه ان انا بذاكر مواد الكليه وعايز اجيب تقدير عالي وكده انا كده هحس ان انا مستغل الكليه. لا، الكليه انت تقدر اصلا باقل مجهود. يعني انا مثلا باجي عند الميد ترم اسبوع الميد ترم بذاكر له، والفاينل اسبوع مع الايام اللي في النص بذاكر له، وبتلاقي برضه في النهايه تقديري فوق 90 وكبير يعني. فالدنيا عندنا مش صعبه. فلا فانت حاول انك تحط الكليه المكانه اللي هي تستحقها من مجهود ليك، وحاول انك تبدا من بدري انك تفكر وتدور في المجالات الموجوده. تبدا مهم قوي يعني. من الحاجات اللي انا مثلا كنت احب ان انا انصح نفسي من وانا صغير مثلا في اولى ان انا اهتم بحته البروبلم سولفنج من اولى. لو انت حطيت اولى زي ما قلت لك، لو انت مثلا حد بيذاكر امبيدد وحطيت اولى في انك تنمي سكيل بتاعت البروبلم سولفنج مع انك تذاكر سي وداتا ستراكشر، لا هتطلع فرحان بالليفل اللي انت حققته. ان لو انت اهتميت بروبلم سولفنج مع سي في اولى بس من غير ما تعرف عن امبيدد، انت كده طالع كسبان بشكل جامد قوي. يعني حاول تهتم بالبروبلم سولفنج، حاول انك ما تديش للكليه الحجم اكبر من اللي تستاهله من مجهود، حاول انك تدخل ستودنت اكتيفيتي. مش معنى كده ان انا ادخل 5 6 7 8 لا، واحد كفايه، اثنين كفايه، واحد اصلا لو انا شايف ان واحد ده انا داخله اصلا عموما علشان انمي شويه سكيلز عندي كسوفت سكيلز، ابدا ان انا اتعامل مع ناس، ابدا ان انا اكون كونكشن موجوده واكون علاقات موجوده. فانا اصلا داخل لهدفين، ان انا اعمل كده، والهدف الثاني ان انا انمي من السكيلز بتاعتي كتكنيكال بقى، ان انا اكون وسط ناس معايا نفس مستوايا، ناس اشطر مني، فانمي مستوايا اقدر اوصل لنقطه انا عايزها اسرع من كنت اوصلها لنفسي. انا داخل اي سنه تكتب عشان النقطتين دول. فالناس تحاول ان هي يعني تستغل فتره الكليه انها تدخل السنه اكتيفيتي وما تدخلش اكتر من واحد. يعني هو واحد انا اكون اصلا قبل ما ادخله اسال نفسي اصلا انا داخل ليه، انا ايه اللي انا مستنيه، عشان ايه اللي انا مستنيه من الموضوع ده. حسيت ان انا لا بعد فتره مش مستفيد ولا تكنيكال ولا سوفت سكيلز، لا خلاص ما تكملش، هيبقى مضيعه وقت. حاول انك كنت تسال قبل ما تخش يعني. بالظبط يعني. يعني الكيمات عندنا هتلاقي موجوده. انت لو سالت مثلا مين الكيمات الكويسه، الناس هتقول لك ان الكيمات الموجوده كويسه. حتى اصلا هيقول لك مين اللجان اللي جوه التيم كويسه يعني. حتى ما يكونش كل التيم كويس، لا ممكن السيركل دي كويسه، السيركل دي مش قد كده. فانت اصلا تقدر انك تكون عندك فكره وخلفيه من قبل ما تدخل اصلا يعني. حاول برضو انك تحاول انك تكون يعني زي ما قلت لك كده سيلف ستادي جروب. لان انا قلت لك من الحاجات اللي ساعدتني قوي ان انا بدات مع ماجد، وبعد كده حبيش دخل معانا. فاللي هو يعني لو كنت انا لوحدي ما كنتش قادر اوصل لكده، وكنت اقف كتير واقع كتير، وحاجات كتير اصلا ما كنتش اعرفها فاهم. فكون انك معاك حد ماشي معاك الطريق الدنيا بتساعدك كتير. فانت من النصائح المهمه الكليه ما تديهاش مجهود اكبر من اللي تستحقه، باقل مجهود اصلا تقدر تحقق اللي انت عايزه كتارجت. الا اذا بقى انت كنت اصلا حد اصلا الهدف بتاعك انك كريم بالظبط. تاني نقطه انك كحد اصلا في
في المجال بتاع السوفت وير عموما، انك تهتم بالبروبلم سولفنج من اولى، تدي ليها وقت ومجهود من يومك، تخصص له وقت انك تعمل كده. لو قعدت فتره لا هتلاقي الموضوع فرق معاك قوي وهتطلع باستفاده عاليه قوي. قلت كده البروبلم سولفنج سواء كنت امبيدد او غير امبيدد، فسكيل اصلا بتخلي تفكيرك ودماغك مختلف عن اللي حواليك. تالت حاجه انك تبدا تفكر انك تدخل ستودنت اكتيفيتي. لان انا بقول لك يعني انا متاكد ان الناس اللي دخلوا مثلا معانا السيركل في الكات مثلا، لو انت جيت مثلا بعد يعني مثلا دلوقتي في جيل دخل مثلا، او جيت بعد خلاص كورس سي، لو جيت دخلت سالتهم مثلا على الكورس سي هيقول لك لا احنا ما كناش ابدا نتوقع ان احنا مستوانا يبقى كده، او ان انا الشخص اللي دخل التيم مش هو خالص الشخص اللي بعد شهرين ده. فانت لازم انك تحاول تفكر انك تنضم لتيم موجود في الكليه، وتبقى قبل ما تدخل التيم ده تكون عارف اصلا انا غرضي ايه من التيم ده، انا عايز ايه من التيم، ايه اللي انا مستنيه. لو عملت كده هتحس انك مستفيد من فتره الكليه ما ضيعتهاش. مش هتيجي مثلا في اخر سنه اللي هو 5 سنين عملت فيهم ايه مش لاقي حاجه عملتهم. لو عملت الثلاث اربع حاجات دول هتلاقي الدنيا معاك، حاسس انك طالع باستفاده بشكل كبير قوي من الكليه يعني. حلو جدا، انا قلت لها مع السلامه حبيبي يا عمر، كنت مبسوط ان انا كنت معاك. انا بجد استمتعت بالحلقه دي حبيبي يا عمر. احنا كنا نقدر نبدا اصلا بعد الحلقه هتنفذنا عمرو على طول قطع عليه. ما اقدرش. احنا باذن الله يا جماعه هنسيب الرود ماب بتاع الكات، تمام، هنسيبها في الديسكربشن، وبرده الدبلومه اللي انت كنت اتكلمت عليها. تمام، والكونتاكتس برضو بتاعت محسن لو حد حابب ان هو يساله في حاجه. وبس كده، لو استفدت النهارده من الحلقه بتاعتنا فما تنساش انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وباذن الله نتقابل في الحلقات الجايه. وسلام.